مشاهدينا الأعزاء في كل مكان داخل وخارج الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اليوم المفتوح، هذه السهرة الكبيرة. العيد فرحة والفرحة تتجدد على قنوات الشروق مع نجوم شهر رمضان. مساء الخير ياسمين. مساء الخير قادة. مساء الخير، مبروك. صح عيدك قادة، صح عيد كل مشاهدي وأوفياء الشروق تي في. سعداء جدا أننا نلتقي في هذه المناسبة البهيجة، سعادتنا أكبر أنه عيد الفطر جمعنا هذه السنة، وخصوصا أنه شروق حافظت على ريادتها ونجومنا حاضرين معنا خلال هذه السهرة قادمة. ومن نجوم هذه السهرة سوف يكون معنا المسلسل الناجح عاشور العاشر، الطاقم الكامل، المخرج جعفر قاسم وبعض أبطال السلسلة بمن فيهم طبعا صالح قروت، وسوف يكون معنا أيضا بعض أبطال برنامج ناس اصطح البرنامج السياسي الساخر الناجح هذا العام أيضا يسمع. إن شاء الله قادة، لكن قبلهما سعداء جدا أننا نستقبل الأميرة في الزي القبائلي اليوم ريم غزالي، وهي نص عاشور ونص الكاميرا المخفية الواعرة، وطبعا كي نقولوا الواعرة وحكمتك في الواعرة اللي ولت شعار في رمضان، نقولوا ريم غزالي وشمس الدين العمراني أو شمس الدين شمسو ديزا جوكر. مساء الخير، صحة عيدكم، كل عام انتم بخير ريم وشمسو. مساء الخير، صحة عيدكم، أنا اليوم جدا سعيدة موجودة معكم، ونقول صحة عيدكم لكل الشعب الجزائري وكل الناس اللي يشوفونا على شروق تي في. مساء الخير عليكم، صحة عيدكم وصحة عيد كامل الأمة الإسلامية، ينعاد عليكم بالصحة والهنا إن شاء الله، وشكرا على الاستضافة، تشرفنا بالحضور هدايا، وإن شاء الله نجوزوا سهرة شابة. إن شاء الله هي شابة بحضورك شمسو، وأكيد مع أيضا ريم غزالي. الكاميرا المخفية هذا العام كان جدل كبير، ريم أنت المنتجة وأيضا بطلة هذا العمل، واللي كان انقلاب في المفاهيم تاع الكاميرا المخفية. يعني برغم من انه الناس بزاف حكات على الضحايا بين قوسين، ولكن في الحلقه العشرين اكتشفنا بان الجمهور هو ضحيه هذه الكاميرا المخفيه. الان بعدما انتهى العرض كيف شفتي تقبل الجمهور للفكره؟ هو من الاساس سي فغي كانت الفكره انا كنت كاتبتها من سنه، بصح لو كونسيبت هو ما كانش برك انه الجمهور يكون ضحيه الكاميرا الخفيه. احنا عملنا هذا البرنامج هو برنامج توعوي وترفيهي، كنا حبينا كنت قلت كيفاش نقدروا نتجمعوا بين اننا نعمل ترفيه نضحكوا الناس في ديورهم، ما نهينوش وما نسيئوش للفنانين، وفي نفس الوقت انا حسيت انه كاين بزاف الفنانين تاعنا يخدموا ويتعبوا سكتوا في شهر رمضان وحتى واحد ما فكر يكرمهم، دونك كيفاش نقدروا نجمعوا بين كامل هذه النقاط، والنقطه الحساسه اللي هي كيفاش نقدروا نحسسوا الجمهور باش يعيش اللحظه اللي يعيشها الفنان كيحس روحه مغشوش ولا يكون عنده في كاميرا خفيه. باسكو كي انت تحسها في نفسك تقدر تحس واش يحس فنان كيسيئولو وهانوه بالكاميرات الخفيه. الكاميرات الخفيه راح تكون وكانت وراح تكون، بصح حنا الميساج تاعنا في الواعره كان برك باش نقولوا باللي مادا بينا تكون في يعني تحكم اكثر في المضمون، ما تكونش فيها اهانه ولا تحريض على العنف ولا دي زونفون اللي يشوفوا لا تيليفزيون. كاين اطفال يشوفوا لا تيليفزيون كيولوا يشوفوا بلي كنت تسيء للفنان بهذه الطريقه تتكلم معاه، تسمى هذا الشيء ولا يضحك الشعب الجزائري. جو بونس با كو الناس كان عاجبهم الموضوع. الحمد لله هاد السناك شغل كان عندنا احساس مسبق انه راح يكون فيها ماجيه كبيره في الكاميرات الخفيه، وحنا مش على علم. دايوغ كان يقول لك ودرنا ميم ولا تحبوا ديروا لي كاميرا كاشي كيما قال لك مخدومه، معليش يا اخي مخدومه. انا نعرفوا دي 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 شان كبار داروا كاميرات خفيه ومخدومه والفنان ياخذ ويشوفوها الناس ويشوفوها والناس راهي عندها جماهيريه وعندها للترفيه. هذا ماشي عيب انها مخدومه، ولكن العيب انك تخدع الجمهور، هذا هو خصوصا انه في النهايه يعني في اخر الحلقات طيب. تقول انه فعلا هذه الكاميرا الخفيه كانت مخدومه بين قوسين، هذه مقصوده او مقصوده مقصوده مخدومه ولا ماشي مخدومه ما يهمش الكلمه معليش المهم هي في رمضان المشاهد الكريم كي يدير شروق تي في يشوف الواعره يضحك، تما في الحلقات العشرين الاولين كان يشوف كان يضحك، ثاني خليناه يشك
يشك باللي 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 مخدومه. هي ما يأديش تما كي تكون كاميرا كاشي مخدومه ما تأديش. وزدنا شمس وزدنا وقفنا على حجم الموهبه تاع فنانينا لانه خلونا نشكوا يعني كان تمثيلهم باللي كاين حلقات باللي بصح كاين تمثيلهم يعني ومزيه مزيه للناس. انا تلاقوا بيا برا قالوا لي علاش زعما تخلعوا الناس، علاش خلعتوا باغ اكزومبل باجي وصلت باجي تاع ال هذه طير، علاش تخلعوه كان يرتعش باجي كان يرتعش في تمثل هذا يبين باللي ممثل كبير تمثيل ممتاز. قالوا لي علاش تخلعوا منكم؟ نقول لهم استناوا غير الحلقه 20، استناوا الحلقه 20، استناوا الحلقه 20. في الحلقه 20 فهمناهم باللي نقدروا نديروا تمثيليه والناس تضحك وحنا ما ناديوش الناس، على خاطر انا كاين ناس بالك اللي زعفوا اللي تقلقوا في مواقع التواصل الاجتماعي، مي انا جبريفير الناس تقلق، الناس تقلق وتزعف كي مخدومه ولا ما على باليش، وما تزعفش على الاهانه. انا نخلعوا صح ولا نهينوا صح في الناس. جميل. تما وما ربي ما يحبهاش، تما خلي الناس تزعف، مي المهم كي تكون بينك وبين ربي صافي، هذاك هو. صح صح. لا وثاني ياسمين كاين واحد الامور داخل في الكاميرا كانت مخدومه، ماشي مخدومه للكاميرا، مخدومين يعني اشتغلتوا عليهم بطريقه مهنيه كبيره. خصوصا تقنيا يعني تقنيا تعدد المقالب، خدمتوا اكثر من سيناريو في بالي 10 ولا 12 ديكور، حتى الشخصيات اللي لعبتوهم الداخل قادر تستخرجهم وتبني عليهم عمل جديد كما الشاب الزربوعي اللي الاغنيه تاعو ولات دايره حاله في ما انا اللي نخمم نولي نغني ما تحيروش ما لقيتوني نغني مره والله غير يقولوا برا يقولوا تيك تاك توك عبالك كنت تدخل بها بالك دير سكسي تاع الصيد. لا الحمد لله الاغنيه هذيك تيك تاك توك مشات بيان، مشات مليح. ثاني الناس عجبهم اللوك تاع الزربوعي كي صوتي من هذوك عجبهم بزاف. هو الصح هو اللي غناها دخل في الاستوديو سمعها مع صوته وكان يقول لي ما نقدرش نغني ريم. خاطيني الغناء ريم اللي كوتشاتني تما قالت لي هاي ليك. بعتها يا حكيم ولا امين، بعتوها لنا نسمعوها. شاب الزربوعي يحضر معنا في ليله العيد. يعطيك الصحة الزربوعي ولا شمس وديزا جوكر، يعطيكم الصحة. وتبين لك باللي الأغاني تاع الراي هذه تاع اللي يديروها في السوق وتمشي بسرعة وعندها جماهيرية ممكن ديرها في خمس دقائق. سهلة. هي درناها كلمات شوية تبراح وشوية شوية تبراح وشوية كلمات معنا حتى معنا. ريم اللي كتبت لي قالت لي تيك تاك تاو، قلت لها هي تيك تاك تاو. دونك مي استعملتها مع فنانين، شفنا نعيمة بابسة نوال اسكندر، يعني كان على بالهم ولكن حسينا باللي صح راهم كان على بالهم ما كانوش سمعوا الاغنيه على طول. ما على بها كانوا الرياكسيون تاعهم ماريا اللي كانوا يضحكوا. دونك احنا لحقنا بها ميساج هذا البيرسوناج تاع زربوعي. تما ثاني باللي احنا الراي نحترموه، تما فن الراي الاصيل نحترموه، تلحقنا ميساج طرافير زربوعي باللي ما نحبوش الراي هذا جديد اللي راهم الناس حره في اذواقها ولكن كاين حدود. هذه كاين حدود في تهذيب في الكلام. تهذيب صح. الكلام ولا دوكا من يعني باردون انا ناسيه نحبني نفتح الميكرو مازالني. قلت لك الكلام لازم يكون شويه في لحن في كلام. دوكا ولاو يديروا زوج كلمات ويديروا زدق زدق وصاي ويحطوهم لنا في الوسمو حتى يعني بدلوا كاع لي كوت تاع لي جون وهذا ياثر وحنا كفنانين دورنا باش نقولوا ستوب. يعني كانت الكاميرا الخفيه هذه عندها رسائل فيها رسائل كبيره من ضمنها. ماذا بينا تما ان شاء الله كل عمل يكون فيه رساله، على خاطر الفن هو الفن رساله. تما باش الناس يشوفوك في رمضان، الناس الشعب الجزائري كامل يشوفك في رمضان، صح ترفيه بصح لابد يكون تما فيها اون موراليتي داريارتها.
انا وعندك ايضا سرعه البديهه. انا شفت الحلقه تاع نعيمة عبابسة كي قالت لك ما تعرفش العبابسه، قلت لها نعرف العبابسه الوهرنا نعرف. طيب هذيك ثاني ماشي موجدها هذيك. لا هي امبروفيزاسيون، ما فيها الامبروفيزاسيون تماك باسكو. على كل حال زربوعي نقول لك في البلاطو تماك ما حضرناش تما امبروفيزاسيون من الال زاد تما. حنا على بالنا واش راهي نديرو، تفاهمنا بلي هذيك الانيماتريس راح تسقسينا الموضوع يكون حنا على بالنا اجمالا، بصح العفويه نخلوها باش تكون في مصداقيه. باش بلي راهم سيناريو يتبعوا فيه السيناريو والحوار كلش انكتب. بصح كنا انا وشمسو بس حنا اللي راح نحصروا الضيف تاعنا وكيفاش حبينا نمشيوه. دونك الموضوع والعام موجود، بصح العفويه نخلوها باش تكون عندنا لا رياكسيون كمام ناتشورال تاع الانفيتي. طيب ريم، كاع الفنانين اللي عرضتوا عليهم الفكره وافقوا؟ كلهم وافقوا، كاين بزاف باسكو اللي شفناهم واللي ظنوا الناس باللي هاد الفنانين يحوسوا غير لي كاميرا كاشي بين شهرو. يفو دير كو كاين فنانين لا سي با فغي، باسكو ما تنساوش بلي كاين الفنانين عندهم عوايل، عندهم ناس يشوفوهم في الدار وبزاف ناس سائلهم. كاين ناس ديجا يزابوز لا نايفتي تاع ان ارتيست. الفنان حساس يجي يعيطولو يقولوا له روح نديروا معاك برنامج وهكذا يجو. دوكا حنا تتعدد البرامج للاسف، الانتاج موجود في رمضان قبل الايام اللي الشهور اللي قبل رمضان. دونك الفنان كي يعيطولو يروح يجري، وكانوا ولا وجوه فنيه معروفه غير في الكاميرا كاشي للاسف. بصح هما اوفون نقاسوا بزاف، دونك حبينا نعاودوا نكرموهم ونعاودوا لهم رد الاعتبار بهذا. كاين بزاف فنانين اللي يجوزوا في دي كاميرا كاشي، الناس ثاني يقول لك ما هانوهم ما والوهم قبلوا باش يجوزوهم. وهي الفنان كاين دي فوا وين يحشم زعما يجوزوه في كاميرا كاشي ويقولوا له جات بيان جات شابه وهكذا ومن ذا، ومن بعد غير تجوز لا كاميرا كاشي في رمضان اللي يفيق بلي صح صح قاسوه وصح هانوه. لانه كاين مونتاج وكاين ثاني بزاف عمليات. تفوت معاهم في القضاء يولي يرفع عليهم قضيه وكاين بزاف. لا تبان لي واش طرا في هذا العام والعام اللي فات راح تخلي الناس تتعلم من اخطائها. الكاميرا المخفيه اللي راح نشوفوها العام الجاي اكيد راح الحسابات كاع تتعاود بما فيها الحصول على موافقه الفنان باش تجوز في. قد انت هدرت على الحسابات وانا حبيت نمد بالارقام. الوعره شحال كانوا يشوفوها كل يوم؟ تخيل انه 9 ملايين شخص كان يشوف الوعرة في كل يوم، يعني رغم كل الجدل اللي حكينا عليه ورغم كل، لكن وصلت للناس و9 ملايين شخص كانوا يعني يستناو شروق باش يشوفوا الوعرة. والتكريمات ايضا التكريمات داخليا وخارجيا. ريم حكينا على الجائزة في دبي، نظن هو العمل الجزائري الوحيد اللي تكرم في دبي حتى الان في رمضان 2017. هي تحكي خارجيا انا نحكي داخليا. باش ما يقولوش كاين ايادي خارجيه. خاطيني دبي خاطيني هاد المشاكل. لا هو هي سي فغي حتى في المغرب كان عنده صدى قوي جدا الوعره، حبوها بزاف دايوغ الكلمه حسوها بزاف قريبه ليهم باسكو يقولوا بزاف في كلامهم الوعره. دونك يا بوكو دو بارتاج في دايوغ كلموني حتى من المغرب. دبي كان في احتفاليه للجاليه الجزائريه اللي هما شافوا عدد الفيو على اليوتيوب واللي يحسوا بلي هو البرنامج الاول باسكو هما ما يشوفوش كانوا على لي ستاتيستيك ولا حاجه، يشوفوا تو سكي في لي ريزو سوسيو في المشاهدات المشاهدات العاليه. دونك والجاليه الجزائريه كان في تصويت الناس واش عجبهم واش هذا، راح التصويت لبرنامج الوعره. الحمد لله اتصلوا فيا وتكرمنا وكان بوجود طريق الريحان. لا ايفنت لاين ايفنت لاين، ونشكر السيده راتبه عيادي اللي هي قامت بهذا ليفينمون، كانت هي المسؤوله على هذا ليفينمون. وكانت فيهم الشيخه هند القاسمي الدكتوره شيخه هند القاسمي اللي كرمتني شخصيا ولبست زي القبائلي باش تكرمني في على في برنامج الوعره. والحمد يعني لله من خلال الوعره في سوقتي للثقافه الجزائريه. الحمد لله هذا هو الهدف تاعنا. نقول لكم مشاهدينا بلي انا ما رحتش لدبي. لا كان في المونتاج. قلت لهنا مع المونتاج حنا كرمونا ثاني هنايا لهلال هكذا لهلال هلال رمضان احسن كاميرا خفيه رمضان احسن كاميرا خفيه لهذه السنه الاكثر مشاهده. الحمد لله نشكرهم. كان تكريم مع ثاني كرموا احسن مسلسل فكاهي اللي كان عاشور العاشر هو اللي داها وقناه تكريم. هذا تتويج للعمل الحمد لله والجهد هذا كامل كي ينتهي بتكريم ولا جائزه. والتكريم الاساسي هو تكريم الجمهور ينصير. التكريم الاكبر هو تكريم الجمهور. حتى الايام الاخيره تاع رمضان وي
قعد حتى الايام الاخيره قعدنا مع المونتاج، قعدت كنت باسكو اون طونك رياليزاتور لازم تريح مع المونتور، دونك كنت نريح مع المونتور باش نكملوا المونتاج. شفتوا في الكاميرا تعبنا انا وشينت انايا، شينت مامي ما قالت لي وشينت وزعفت على ريم قالت لي خدماتك هاك شينت يا وليدي. مي بون كيما قلت حنا نحيوا الجمهور على خاطر التكريم الاكبر هو التكريم تاع الجمهور. ممكن تلاقاو بهم برا قلنا حكمتونا بالوعره يعطيكم الصحه، كاين اللي تقبلوا كي حكمناهم بالوعره كاين اللي زعفوا قال لك يا خويا لا حكمتونا بالوعره. كيما رياكسيون تاع كاميرا كاشين تديرها الفنان كاين اللي يتقبل يبدا يضحك يقول لك لعبتها لي، كاين اللي يقول لك قلقتني منها. صح هذه تاع هذه فكره تاع عام واحد موسم واحد ما ظنيتش ممكن يكون كاين وعره. لا والله هي كانت رساله رساله وما قدرناش حنا نجو. انا هذا البروغرام قلت لك انا لو كونسيبت كتبته صافي عام وما كان حتى واحد على باله كي كلمت شمسو التحق بيا قلت له فوالا هاي لك الفكره. كانوا عندي بزاف افكار، قلت له حبيت ندير تكريم للفنانين وحبيت نضحك الناس وحبيت ندير هكذا وهذا، كيفاش نجمعهم كاع باش نديروا طلع برنامج الوعره. ما كناش قادرين نجو برنامج نسموه برنامج توعوي وترفيهي، نجو تقال الناس في رمضان تحب تشوف حاجه تضحك، يحبوا يشوفوا كاميرا كاشي والتوعيه عن طريق الترفيه. يعطيك الصحه باش الرساله توصل للجمهور. صح. وهذا هو كان الهدف تاعنا. دونك اول اسبوع يمكن الناس اندهشوا حتى كي شافوا لا بوندانونس قال لك واو. الحمد لله يعني تعبنا، هي فريمون تعبنا تقلقنا سهرنا. تحيه للفريق ثاني، تحيه للفريق كامل تاع الوعره كاع سي دي جون الجيريان اللي تعبوا خدموا من قلبهم، الفنانين كاع اللي شاركوا في برنامج الوعره تعبوا معنا. نحبك تحكي لي شويه على لي كوليس، رحتوا للصحراء صورتوا في البحر صورتوا كانوا معكم مجموعه من الفنانين دايوغ انا في ودنيهم يقولوا لي وش حكايه لو كارو وش حكايه لو كارو. لو كارو هي لعبه لو كارو، انا موالف نلعبها في رويس ومنا. لو كارو اللعبه هي اللي سلكتنا باسكو حنا كي رحنا للصحراء رحنا لتاغيت، كي لحقنا لتاغيت لقينا فونتابل تسمى ما نقدروش نتورنيو، دونك خدينا ديسيزيون باش نروحوا لتيميمون. تيميمون ما كانش نروحوا بطياره، رحنا درنا 10 سوايع في الكار، 10 سوايع في الكار من تاغيت لتيميمون وكي نلحقوا التورنيو. دونك هذوك ال 10 سوايع جوزناهم لعبوا لعبه واسمها لو كارو. اللي يعرفها يعرفها، اللي ما يعرفهاش يحوس. اللي ما عرفهاش لا عرفها كيما قال باجي. اللي ما عرفهاش لا عرفها. طيب العيد، بما اننا في العيد مريم غزالي بالك قبل ما، لانه عندك مفاجاه ايضا للجمهور في هذه السهره الجميله، بالك نعطيك الفرصه باش تحيي من تريدين تحيته بمناسبه عيد الفطر. اول شيء نحب نحيي العائله تاعي، امي اللي دائما تدعي لي دائما واقفه معايا، مون بير توت لا فامي غزالي، كل الناس اللي نعرفهم ميزامي، الناس كاع اللي تابعوني لي فان تاوعي، كل الناس اللي تعايدني تبعني على انستغرام فيسبوك اللي شجعوني، اللي باسكو الفنان احسن احلى حاجه ليه بالنسبه ليه هو هذيك المحبه وهذاك لونكوراجمون. كيما دي فوا نشوفوا في هكا تهجم في المواقع انا توجو تواصل تواصل الفيسبوك الفيسبوك والانستغرام اي تو، دي فوا يا دي جون هادي سيئوا لك ويقولوا لك سما كلام لي بون. انا بطلت نتاثر بهاد الامور، بصح كاين بتشوف لا رياليتي اونتر سكي سباس في الانترنت والواقع برا، سي فرق كبير شاسع. دونك حنا كي نخرجوا برا لا الاعمال الناجحه اللي تنتقد على كل حال، لا انتقادات هي نورمال. المهم الناس اللي الناس كامل تصفق له، المهم الناس اللي يكتبوا لك ولا تما عادي عادي جدا. ضريبه النجاح هذه هي ضريبه النجاح، هذه هي ضريبه. لا بصح انا كان شويه هكذا في تعليقات لا ميم كاين صحفيين هكذايا اللي من قبل ما نبث البرنامج تهجموا على البرنامج. بون حنا على بالنا بلي كاين مواقف وماشي وقتها العيد، بصح انا حبيت نختم الفرصه باسكو على بالي بلكم ملايين يشوفونا وعلى بالي يمكن هاد الناس ثاني راهم يشوفونا، ان شاء الله تكون عندهم برك لو كوراج اي لونيتي انهم يقولوا يعطيكم الصحه للوعره، لانه بعد ما انتقدونا وقالوا بزاف ناس ساءوا وبالاخر كي عرفوا باللي كانت مقصوده وكانت رد اعتبار الفنان وما نتقبلوش اهانه الفنان وكلها كانت رسائل وكل حاجه درناها كانت مدروسه، ان شاء الله كيما شطاروا يكتبوا لي زارتيك مع الاول سلبيين، ان شاء الله يشطاروا ويكونوا عندهم لو كوراج كيما حنا عندنا لو كوراج نديروا حاجه باسكو نحبوا بلادنا، يكتبوا لي زارتيكل باش يطلعوا بولاد بلادهم. طيب هي الاعمال كلها معرضه للنقد ريم على كل حال، لانه انا صحفي فيلق هذه هي يكون النقد بناء، النقد البناء هذه هي. شمس انا نقول لهم يعطيكم الصحه كي انتقدتونا. لا انا ما نكذبش عليك، انا من الناس اللي يحبوا النقد، خاطر بالك كان واحد ما ينتقدك تدخل في الحيط،
تما الناس كي تنتقدك بالك تعاود تكاكيك في حاجات بالك دونك يعطيهم الصحه الناس اللي ينتقدونا وان شاء الله احنا بالك انا راح نزيدوا في الاعمال اللي جايين ان شاء الله انا راح نحسنوا روحنا بالك بهذه الانتقادات لان راح نحسنوا روحنا ونقول يعني ممكن نزيدوا نشوفوا ريم غزالي وشمسو جوكر في مشروع واحد ان شاء الله نقدروا ان شاء الله ان شاء الله مشروع اخر نتخموا فيه ولا الوعر الدو باقي ما باليش لا دار لك الوعر انت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالك في رمضان بالك اور رمضان باسكو حنا ثاني انا حابين ما نكونوش قلب اللوز انا حابين نولوا نولوا خبز نولوا حاجه نخدموا اور رمضان قلت لك الشكر الكبير ثاني للناس اللي شجعونا الناس اللي شكرونا نقول لهم يعطيكم الصحه الناس اللي فهمت الميساج نقول لهم يعطيكم الصحه ميرسي بوكو وندير اهداءات للعائله ديالك هي عائلتك هي خلاص العائله يما نسلم عليها بزاف 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 هاي تشوف فيا دوكا على بالي دوك تبدا تبكي ومن يما كل ما ندير لها نسلم عليها بزاف 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 باسكو هي بالك هي السبب تاع بالك سوا دي زون نجاح تاعي تما نقول لها يعطيك الصحه اليما ويما دائما تقول لي وليدي روح انا معاك راني ندعي لك ما تكسرش راسك دونك نسلم عليها بزاف 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 واش حبيت تقول لي حبيت نقول تحكي لهم القصه كيفاش بدات صح اه نحكي لهم هذه ولا غير صح سي تونيك الحكايه كيفاش تما كيفاش حتى انايا قلت ندير الواعره سيكوري عيطت لي عيطت لي تلاقيت بها منا يما ما كانتش على بالها بلي عندي رونديفو مع ريم راح نتلاقاو منا قالت لي عندي كاميرا كاشي نديروها ومن هكذا انا قلت لها ما نديرش لي كاميرا كاشي تسمى انا كونتر لي كاميرا كاشي دونك فهمتني بلي نديروها للبوبليك منا قلت لها سي انتريسون منا مي انا ماشي موالف نرجع لا ريبونس سور بلاس انا نقصرو هكذا على كاميرا كاشي منا لحقني ميساج شفت ميساج هكذا يما بعثت لي قالت لي وليدي علاه ما درتش كاميرا كاشي هذا العام سبحان الله ما بالهاش والله ما كانتش كاع على بالها بلي راني حتى ما نتلاقى مع ريم ولا نحكي على كاميرا كاشي غير شفت هذاك الميساج شفت فيها قلت لها نتكلوا على ربي قلت لها انا يما لو كان هذه صح ماشي كاميرا كاشي هذه صح والله خاطر انا يما لو كان تبعث لي ميساج تقول لي وليدي علاش ما ترميش روحك نروح نرمي روحي سمع انا مآمن بيما ايه بالك دقيقه انا قلت له بون سي كونتر لي كاميرا خدمتها بالك بالك خدمتها معاك والله العظيم عرفت باللي ما كاينش تاثر عليك طلعوها على الهواء باش جامي يظلموا فيا دونك قلت لك نسلم ثاني نظلنا معاك كريم نكمل خليني ندير اهداءات خالتي في فرنسا وهذو الناس يحبوا هاد الحكايات اللي قبل كيفاش صرات الوعره نسلم على كامل الناس اللي يحبونا ولاد حومتي ولاد رونفالي ولاد باب الواد ولاد رويسو كامل الناس اللي يحبونا اللي يتبعونا خويا ثاني نسلم عليه بزاف 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 وكامل الناس اللي يشوفونا ونموتوا عليكم طيب وكل عام وانتم بخير وتحيه للعائله تاعك شمسو وايضا ريم ثاني نحيي الشرطه باسكو سهلونا المهام لي بومبي ثاني لي بومبي نسلموا عليهم ايه باسكو كان نكملوا هكذا انا نكملوا كان عندنا تصوير في الجي سنتر وكان تصوير جدا صعب وسهلونا المهام وغلقوا لنا طريق يعطيهم الصحه وكي دائما هكذا يتعاونوا معنا السلطات الحمد لله ويسمحوا لكم المواطنين اللي غلقوا لهم الطريق على خاطركم كانوا يستنوا خدامين يكون عندهم دي زورجونس اي تو طيب ريم عندك مفاجاه هذا المساء معنا دوكا الاغنيه اللي راح نسمعوها الان مع بعض هي بو ماشي غنيه عيد وفرح هي غنيه غنيتها لايف البارح في استوديو وتلمو عجبتهم المدير يعني الانتاج قال لي ريم غدوه هذه الغنيه كيما راهي انا سجلناها تديها للشروق تغنيها قلت لهم كيفاش على سجلتوها قال لك سجلناها وتطلعي بها يعني عندنا الحصريه على اللايف انا مانيش موافقه بصح بون قال لك ديروها معليش جمهور ريم غزالي اكيد كما قلت لي تراث هي تراث عراقي عاودوها بزاف فنانين طيب مليح ريم غزالي باللباس القبائلي الجميل تغنيو تغني عراق قديمه ايوا وكاين ناس ثاني توحشت ريم غزالي تغني على بالي بلي عم يستناو في ريم غزالي انا نشوفها كممثله الان ومنتجه اكثر داتك على الغناء ولكن اذا نسمعوا مع بعض ونقول لك كل عام وانت بخير الله يحفظك الله يسترك وريم ايضا الى تنوضي احسن نريح نسمع انا الاغنيه ولا نروح نشوفوا الجبهه القبيليه ثاني هنا ريم غير هنا اه موجوع قلبي والتعب فيا كي نشوف روحي ينكسر قلبي عليا موجوع قلبي
تعافي كي نشوف روحي انت تقضي عليا تعبان وجهي دموعي قهرتني دنيا شلت حال حالي وبحياتي كرهتني كرهت الحب مريضة دمرني تهدي بالذات هالحال وين وصلني قلبي عليا كل يوم هضمة أقوى من قبلها أنا واصل مشتاق شدة ما حد واصليها ما حد وقفني كنت محتاجة وقفة الصراحة ما كنت نفهم خلي هذا همي نهاية كل ظالم موجوع قلبي والتعافي كي نشوف روحي انت سرق قلبي عليا موجوع قلبي والتعافي كي نشوف قلبي عليا موجوع قلبي والتعافي كي نشوف روحي ينكسر قلبي عليا برافو حصريا سمعنا اخر اغنيه لريم غزالي على شروق سلمت قلبك ريم هي لا تنفع للاعياد والافراح ولكن ولكن كي قالوا لي قاده وبوليتيك وما يحبش لا احيانا على بالك الحزن احيانا الحزن جميل ثاني في حزن مفرح هذه هي الحزن المفرح هذه فلسفه هذه فلسفه هذيك حاجه كبيره يعطيك الصحه ريم يعطيك الصحه لانك سمعتيها لنا حصريا ولايف شكرا وشمس مجددا تحيه ليك ولعائلتكم وكل عام وانتم بخير والسلطنه هي مليون قبائليه هي قبائليه السلطنه هي تروح بالك تبقى معنا باش تحضري معنا ثاني في جلسه ثانيه ما شاء الله كلها موجوده و تكريم تاش تكريم ما نقول لك حلقه المفاجاه تماما لانه ما حكيتوليش على المفاجاه ففاجاتوني انا الى على بالك بالمفاجاه فهمت باللي باللي تصير احنا على المباشر ايوه هذا هو المباشر تحدث هذا في المباشر نشوفوا ما احضرته ريم لقطات من تكريمها في دبي عندنا صور نشاركوها مع المشاهدين تابعوها مع بعض الدكتورة بن عبد العزيز القاسمي هذه هي الشهادة نظير أعمالها الفنية وننتظر من كريم أعمال أخرى لتشريف الجزائر السعادية الفنية تحت استضافتكم قبل الشيخة القاسمي هذه الشهادة نظير مستندها الفنية وهذه الشهادة
ريم عرضاتك والجوكر رفض اللي وعرة قلب لي مدني وخلاص بلا وسواس سهلة ولا ما في دبي حبوها كنتكم بالوعرة كما حكمونا مرسي مليحة هكا باش نختموها ما ختموهاش بموجوع نختموها بالفرحة صور تاع التكريم وصور جميلة يعطيك الصحة ريم ودائما هكذا ترفعي اسم الجزائر عاليا في كل المحافل بالأعمال الفنية نتاعك شكرا قادر شكرا ناس انت اللي مشكوره طبعا لانه كما قال قادر رفعتي اسم الجزائر وشفنا الاعلام يعني هذاك لابسينو يعطيك الصحه شكرا ريم غزالي شكرا شمسدين العمراني الله يحفظكم يعطيكم الصحه وبون كوراج شكرا يعطيك الصحه نروحوا فاصل فاصل اشهاري ونعم جمال سي مون بلون ورابي